ولو تمثلوا على سلومي، بس سلومي يسأل شلون بحضركم بالشعور؟ ايش دعوة بسبعة؟ ايش دعوة بسبعة؟ الناس كلها تقعد الصبح على صوت فيروز، احنا نقعد على صوت ابو المخضر وننام على صوت ابو الغاز، صوت صايرة هاي. نرجع لسالفتنا، اليوم حضركم بالشعر يخبل، يقول حبيتها اكثر من اللي بداخلي، اللي عنده هيك صاف، شو يسوي بالشارجر؟ اول شيء سريعة، وثاني شيء الشارع كله طسات. اليوم بدي اسولفكم عن سلومي، سلومي كلش تأذي، حارب الكل سلومي. ما دام يوم فرصتكم سلومه موجود، باكر هم موجود، عقبه هم موجود، يعني انت ما تردوني موجود حبيبي. سلومي حارب الكل، هلا طالب هولمز منور حبيبي. سلومي انتحر مرتين، اول مره ب99 وثاني مره ب100. هسه صرت تليفونك ما يشيله بالشحن، مو زين على البطاريه يا ناس، مو زين على البطاريه. سلومي تدمر كله وما حد فهم سلومي، واليوم فرصتكم. اذا انتم ما استفادوا بالسلوم اليوم، باكر هم موجود وعقبه هم موجود، استفادوا براحتكم. اليوم انا اسوي فيكم سالفه عن سلومي. طردوني اهلي وانا عمري شهرين، شمروني بالشارع ديه بارد هيك ارجف ارجوف، شمروني بالشارع اشبعت برد وابكي واصيح اوه بالشارع نايم. تذكر الناس انا حيل تاثرت، لو ما بتذكر هواي احسن لي. شلون انت كاتب شعر انا سلومي كتب الشعر؟ قل لي جيت امشي على جرف النخل وتغرد عصافير الليل، يا ليل شمسك صبح من يجي الليل ويغطي بجناح النهر، ومن يمشي النخل بالليل يا ليل من يصير الصبح. اقل للصبح وين الليل؟ ما عاد لا كلام سلم ما يصير اثنين. والحمد لله والشكر استمريت بحياتي وبديت انشر بالثقافة مانتي، وظليت اصعد باية لحد ما وصلت للسطح. الله يصير هوا فوق السطح، بس المشكلة اذا مطرت يخر السطح. حكيت ابو محمد جوارينا قلت له انت همت تسير؟ قال لا بنيته من جديد من الاساس. شو الثقافة مالتك من الاساس تبديها؟ هو ما حد عنده، بس هو ومرته وجهاله وجهال ابنه وامه وابوه هم عايشين، وجع عمهم من فرنسا سكن وياهم. ابو محمد كلش انسان راقي، لو اشعل العشره شمع هم ما يجي بعين ابو محمد. اي والله حياتي يا حبيبي، اللي افتهم خيدوس لايك، واللي ما افتهم هم خيدوس لايك. سلوم يحب اللايكات. كان معكم سلوم ثقافه، اودعناكم.